نعم الاحتلال الصهيوني حينما بدأ العدوان على قطاع غزة في بداية أو في 7 من أكتوبر، طبعا كانت هناك نتائج وخيمة جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، وسبب أن كثير من المستوطنين في منطقة غلاف غزة قد أخلوا المنطقة، وبذلك كل المصالح الإسرائيلية في تلك المنطقة تعطلت، إضافة إلى أن الرشقات الصاروخية والرشقات الصاروخية وضربات المقاومة إلى هذا الكيان أيضا تعرض كثير من المصانع والمؤسسات الاقتصادية المنتجة إلى الضرر وإلى التوقف وإلى الشلل. أضف إلى ذلك أن استدعاء قوات الاحتياط والقوات كبيرة بمئات الآلاف ودمجها في القوات العسكرية هذا شل جوانب اقتصادية كثيرة، لأن جيش الاحتياط في هذا الكيان يكون في العادة 11 شهرا يعملون في حياة اليومية وفي حياة الاقتصادية ويذهبون إلى الجيش مرة واحدة، ولكن هذه المرة تقريبا 11 شهر لغاية الآن وهم في المواجهات، بمعنى أنهم أن خسارة اقتصادية لشخصهم أو لمؤسساتهم. أضف إلى ذلك أن العملية وقوف الجيش اليمني والحكومة اليمنية واللجان الشعبية في اليمن أو هي أنصار الله الأخوة أنصار الله وضربهم للاقتصاد الداخل البحري الداخلي للكيان الصهيوني، هذا حسب دراسات الاحتلال يقول أنه سيخسر إذا في يعني في الذكرى السنوية الأولى سيخسر الكيان الإسرائيلي 74 مليار دولار، حيث أن إيلات مشلولة جدا ولم تستقبل إلا نادرا من هذه السفن التي كانت منطقة إيلات أو مرشراش الفلسطينية كانت هي أحد ركائز الاقتصاد الإسرائيلي. أضف إلى ذلك جبهة المساندة في جنوب لبنان منذ أن بدأت في 8 من آذار في 8 من تشرين أو من 8 من أكتوبر لغاية الآن هي أيضا أثرت، لم تؤثر فقط على إبعاد من 60 إلى 100 ألف مستوطن عن منطقة الشمال إلى مناطق الوسط ومناطق أخرى، لا هي أثرت أيضا على الجانب الزراعي، وحيث يعني من المعروف أن منطقة شمال فلسطين تشتهر بالزراعة وهي تقريبا هي سلة غذاء لكن كثير حتى في التصدير للمواطن بين القوسين الصهيوني أو الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن منطقة الجولان في هذا الموسم تكون في عز أوجها السياحي، حيث أن المناطق السياحية في منطقة الجولان تكون في ذروة عملها في خلال فترة الصيف. هناك أيضا مصانع ومؤسسات ومراكز اقتصادية قيمتها المالية حوالي 74 مليار دولار موجودة في شمال فلسطين، هي الآن تحت النيران وتحت نيران المقاومة اللبنانية. إذا هذه الخسارة مجموعة الخسارة أضيف إلى الصهاينة المستوطنين في الشمال الذين لجأوا إلى مناطق الوسط وغيرها يكلفون الاحتلال الإسرائيلي 150 مليون دولار